أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وأنا أطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت، حلقة مختلفة بأحداثها بتفاصيلها بضيوفها المتواجدين داخل الاستوديو. لكن قبل ما أتحدث عن ضيوفي وحلقة اليوم والمحاور، عندي تعقيب وموضوع جدا مهم، ممكن أنه تكون مناشدة أو طلب يكون من حقه نادي النفط أنه اليوم يلعب في بغداد، كون هو هذا النادي من بغداد. لكن من الأمور اللي الغريبة اللي وصلتني أنه يطالبون نادي النفط يروح يلعب بملعب الكوت ونادي دياله يلعب ببغداد. زين، هل من العدالة أنه أنت تشيل نادي هو أصلاً يعني من بغداد يروح يلعب بالكوت ونادي من المحافظات جيبة تلعب ببغداد؟ زين، ليش ما أعطيت الغير نادي هاي الصلاحية أنه تروح تلعب بالكوت؟ ليش نادي النفط؟ ما أعرف، يعني هاي التصرفات اللي جاي تعمل بيها الوزارة، هاي اجتهادات شخصية. لو الوزارة اليوم تمشي بالعلاقات يجي فلان وفلان وتصير الأمور، يعني ما أعرف. أنا بالآونة الأخيرة كثير نشيد بعمل وزارة الشباب والرياضة وما تقدمه وتعاونها ويا الجميع، لكن هذا الموضوع أنت تطلع إدارة النفط أنه ما تلعب، ما تخوض مباريات الدوري ببغداد، ملعبها يكون الكوت. يعني صعب هذا الموضوع، أنا أشوفه جدا صعب أنه تروح منانا للكوت والله دا تخوض مباراة للدوري، بينما النفط خلص هاي السنوات كلها هو يخوض مبارياته في بغداد. فأتمنى أكو حل لهذا الموضوع. بنفس الوقت اليوم حلقة مختلفة بكل تفاصيلها بكل أحداثها اللي راح نتطرق لها على مدار ساعة تلفزيونية. البداية أرحب بضيفي المتواجد وياي داخل الاستوديو، رئيس الاتحاد العراقي للكرة المصغرة الميني فوتبول، الأستاذ محمد هادي فؤاد. حياك الله أستاذ محمد، شرفتني بتواجدك. حياكم الله. تحياتي لك. أيضا أرحب بمدرب الاتحاد الكرة المصغرة المنتخب الأولمبي الكابتن مهدي كاظم. حياك الله كابتن، وشرفتني بتواجدك بعد غياب طويل. أهلا وسهلا، تحياتي إليك وتحياتي حجي رئيس الاتحاد، أتمنى الموفقية والنجاح إليك ولبرنامجك. تحياتي لكم. رياضة ربما البعض أول مرة راح نتحدث عنها تفاصيلها كثير من الأمور، لكن كرئيس اتحاد لهذه الرياضة أريد أعرف عن كثير من تفاصيل رياضاتكم، مشاركاتكم، عندكم دوري ما عندكم فقط منتخب أولمبي منتخب وطني، لو عندكم منتخبات، عندكم أندية تشاركون بها، عندكم فرق نسوية، من خلالك ممكن راح أعرف هاي التفاصيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إن شاء الله. الاتحاد الدولي تأسس بال2008، صارت أول بطولة كأس عالم في أمريكا سنة 2013. بدأ 2013 في أمريكا، استدعوا العراق، لأن أنا كنت أعرف الرئيس الاتحاد شخصيا، رئيس الاتحاد الدولي فيليب جودة اللي هو من التشيك، فبعث لي رسالة قال لي إحنا ممكن هاي اللعبة، يعني كلعبة اللي احنا كنا نلعبها سابقا في الأزقة وبالبيوت بيناتنا، مش كنا قبل اكو ساحات 11 ب11، كنا نلعب 6 ب6 و7 ب7. فاستدعاني ورحت عليه وطاني فكرة محددة على اللعبة. اللعبة هي عبارة عن اللي احنا نسميها هسه في الأزقة مالتنا وفي الشوارع مالتنا نسميها خماسي. الخماسي علما هي مو خماسي، هي اكثر الساحات يلعبون بها 6 ب6 و7 ب7، والخماسي اصلا مو نفس القانون مال الميني فوتبول، مو نفس القانون. القانون مال الخماسي يكون في قاعه داخليه 5 ب5 على تارتان، احنا لا. والرياضه يعني اللعبه الشعبيه عموما هي يلعبوها على ثير اصطناعي وعلى 6 ب6 وفي ساحات خارجيه، يعني تختلف عن الخماسي نهائيا، بس احنا تعلمنا نقول خماسي خماسي. فهاي احنا الحقيقه الساحات الخارجيه اللي احنا صدقني استاذ نبيل حسبناها ما يعادل تقريبا 3000 ساحه موجوده في العراق. هل 3000 ساحه كان يحتاج لها اداره، يحتاج لها فالتخطيط
حتى نوصل بها إلى المستوى اللي نقدر يقدر اللي يلعب بها يوصل إلى الخارج. وفعلا بال 2013 رجعت أسس الاتحاد حقيقة. هي من 2008 أنشأت بالعراق؟ لا 2013 بدأت. 2013 بدأت بالعراق. صرنا سوينا من 2013 سوينا دور لعبات مثل ما تقول لعبات شعبية، فرق شعبية، فرق من الأندية اللي 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 تحب هاي اللعبة، بس ما صارت في شيء رسمي. صار شيء رسمي بال 2016، سوينا اتحاد بال 2016 سميناه اتحاد كرة القدم المصغرة. في وقتها صارت لجنة، في وزارة الشباب اللي كان اني رئيس اللجنة، والاستاذ احمد الموسوي اللي هو هسه عضو اتحاد مركزي صار نائب رئيس اللجنة، وجعفر الشيخ اللي هو كان امين سر، واستاذ عادل الصحفي المشهور استاذ عادل كان هم يعني عضو، وكانت عضوة ست مثال كان عندنا أمينة كانت عضوة. صرنا خمسة احنا وشكلنا لجنة. من اللجنة اشتغلنا عملنا اول عمل انه صار هو الاشتراك في بطولة كأس العالم اللي صارت في تونس 2017. الحمد لله من اشتركنا في 2017 شوي انتشرت اللعبة بين الأندية وبين الاتحادات الفرعية. أسسنا اتحادات فرعية بس ما كانت بصيغة رسمية حقيقة، لأن احنا كنا لجنة بس لجنة اشتغلوا وبعدين احنا نشوف شنو شغلكم وبعدين هنا أسس اتحاد لو من أسس اتحاد. وفعلا في 2023 بقرار من المكتب التنفيذي تم تأسيس اتحاد رسميا، وسمي الاتحاد العراقي لكرة القدم المصغرة الميني فوتبول. بدأ الاتحاد بأعضاء المميزين الحمد لله بتأسيس اتحادات فرعية في 15 محافظة. الآن عندنا اتحادات فرعية عاملة. سوينا بطولة العراق لكرة القدم المصغرة وشارك فيها 22 نادي، وكانت في كربلاء، كانت من البطولات المميزة جدا. وهسه الآن عندنا بطولة دوري أندية القطر للدرجة الممتازة، سوينا تصفيات صعدنا 16 فريق الآن ينافسون في بغداد في جدول. يمكن دزيت لك الاستاذ يمكن المعروف عن الان هاي بطوله العالم، هاي بطوله قبلها كنا هذا هاي هاي الدوري الممتاز يقيمه في بغداد كل اسبوع، تيجي مجموعه من المجاميع تلعب سبت وخميس وجمعه وسبت، يطلع منهم كل اثنين يصعدون للدوري الثمانيه، وان شاء الله نكمل الدوري الممتاز على نهايه هذه السنه. تمام صراحه كيف قاعد تعملون اليوم انت؟ يعني بصراحة يعني استغرب او انصدم، عندك 16 فريق، عندك نسوي، عندك هذا، شلون جاي تعمل به والوضع المادي لاتحادكم هو ضعيف جدا استاذ محمد؟ استاذ نبيل اليوم صارت حادثة، يعني البارحة والله صارت حادثة. كان عندنا اكو هو المجموعة اللي بيها نادي الأسرة ونادي جلولاء ونادي المشاهدة اللي هي بدت، اتصل بي احد الانديه ما اقول اسم النادي، اتصل قال لي استاذ انا ترى ما عندي فلوس اشتراك، شلون ممكن تساعدني بي؟ قلت له استاذ يعني انا الحقيقه ما قدرت اقول له لا، يعني اعتذر ما اقدر اخذ اشتراك من عندك، لان اذا اخذ ما يعني لازم ما تاخذ من البقيه، والاشتراك هو ترى ايش قد مبلغه 150 الف دينار فقط. خليناه احنا هذا الاشتراك حتى نعطي للحكام، لان احنا المفروض يعني كاتحاد مركزي عندنا ميزانيه تشغيليه حتى نقدر نعطي للحكام ونعطي للمشرفين ونعطي للساحه، لان احنا اصلا ما عندنا ساحه مخصصه لاتحادنا. هذا احنا الحقيقه اللي نفتقده بالاتحاد، لا ميزانيه تشغيليه ولا منح ولا اي شيء. بدنا نشتغل الحقيقه، ويقال وهذا الحقيقه شكر وتقدير لكل المحافظات وكل الانديه. مثل ما قلت لك هاي اللعبة كانت هي أصلاً يحبوها، يعني يلعبوها أكثر من 11 ب11 في الأندية، يعني ماكو نادي ما بي ساحة صغيرة، ما يعني قليل من الأندية بدرجة. إذا ماكو نادي ساحة صغيرة، بس كثير من الأندية ما عندهم ساحة 11 ب11، فهاي رادوا يصير كلعبة حتى ممكن يتميزون بها، ممكن يأخذون دعم من خلال مشاركتهم بالاتحاد، دعم من وزارة الشباب، دعم من اللجنة الأولمبية.
وفعلا شكري وتقديري إلى كل الأندية اللي شاركت بدون دعم، وشكر تقديري إلى المشرفين وإلى الحكام اللي يسوون اللي يقومون بهذا الدوري صدقني مجرد يعني من أجل إنجاحه للمستقبل. تمام، أنتوا اتحاد غير أولمبي. نعم، اتحاد غير أولمبي. من أن يكون الدعم؟ يجب أن يكون الدعم لكم. احنا خصصونا وزارة الشباب، فاتحت لجنة وزارة الشباب، فاتحت وزارة المالية لتخصيص مبلغ يعني مبالغ للميزانية تشغيلية ورواتب. والحقيقة هاني ناشد هاي، لأن احنا كل ما نسأل شنو يقولون، يقول احنا انتوا تأسستوا بعد ما أقرت الميزانية، ولذلك ما لكم ميزانية انتوا ال 24 ولا 25 ولا 26، احنا نخصص على 24، ما عندكم ميزانية بال 24. تمام، بس مشكور وزارة الشباب فاتحت وزارة المالية تخصيص هاي المبالغ، وزارة المالية لحد الآن بانتظار فاتحت مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ الى ميزانية الى الاتحادات اللي احنا خلينا نقول اللي تأسسنا بعد اقرار الميزانية، وده ننتظر هاي اليومية الحقيقة، يقولون ان شاء الله هالاسبوع اسبوع اللاق ده ننتظر هاي الميزانية التشغيلية والرواتب، ونتمنى تجي من وقت يعني لا ان شاء الله. ان شاء الله كابتن مهدي، خيار اتحاد الكرة المصغرة لكادر المنتخب الاولمبي الكابتن مهدي كاظم، الكابتن حبيب جعفر، عامر قاسم، كيف جاء؟ شنو اللي خلاك تقبل بهاي المهمة في بطولة صعبة راح تكون بطولة بكرواتيا، منتخبات على مستوى عالي، لازلت تبحث عن لاعبين، البطولة قريبة؟ بصراحة أستاذ نبيل، أولا تربطنا علاقة طيبة مع أعضاء الاتحاد والمسؤولين عن الاتحاد، ويعني هذا الشيء اللي شجعني على هاي المهمة. وتعرف أنا مدرب يعني من زمان، مدرب من 2005 أنا عامل بالتدريب في نادي الطلبة ومدرب منتخبات، لكن أنا بالسنوات الأخيرة تعرف التدريب والوضعية بالبلد يعني صارت مثل الصعبة وأمور بيها ممكن البعض الآخر يتقبلها. أنا شوية وضعي يعني أخير شيء آخر سنة العام أنا كنت مدرب للمصافي، مريت بمرحلة يعني الحمد لله والشكر جمعت فريق يمكن بقى ينافس، لأن اختياراتي كانت دقيقة وجو مدربين على مستوى عالي وكملوا المشوار. فهذه الرغبة أولاً أنا يومي بالأسبوع 3 مرات نلعب هاي اللعبة اللي يتكلم بها أستاذ محمد، تعرف إحنا دائماً نلعب ويعني من زمان إلي رغبة يعني. بعدين وضعي اختياراتي اللاعبين يعني شيء حفزني دعم الإدارة، ويعني من حج محمد رئيس الاتحاد الأعضاء جميعا وخصوصا الأخ العزيز أحمد عطية اللي هو أقرب واحد إنه داعم للفريق وللاتحاد. بس يعني هاي ما تكفي يعني، أنت شفت المعاناة اللي تكلم بها الحجي يعني، كل هذا لازم كل عمل كل نادي منتخب لازم به جوانب مادية. بعدين احنا الان مهمتنا صارت صعبه، خصوصا يعني انت شفت استاذ نبيل القرعه وقع يعني مع منتخبات على مستوى عالي، ممكن اذربيجان، كولومبيا يعني ثاني على العالم، يعني فرق لها باع طويل. لكن احنا بصراحه عندنا ثقه بنفسنا، عندنا لاعبين جيدين رغم الفتره يعني بعد 20 يوم للبطوله. والان احنا يعني نشكي من هواي امور، لكن الاخوان بالاتحاد دي يعني ساعدونا بهاي الامور قدر المستطاع حتى بامكانيتهم. من امور ماديه، امور أكيد. الملعب اكيد هي شنو الامور كلها اللي كلها ماديه يتعانون منها؟ ملعب خاص للمنتخب ماكو، جوانب ماديه يعني انا الان مدرب ابحث عن معسكر، يمكن حكيت ويا الاخوان بالاداره، هم طموحهم كل شيء يعملون للمنتخب. بعدين هذا منتخب بلد، احنا من راح نطلع راح نمثل العراق، لكن هم امكانياتهم يعني هاي يعني محدوده او مقيده ببعض الامور اللي ممكن تنحل اذا اجتمعوا اهل الخير واهل الرياضه. خصوصا الان احنا
بلد يعني يمكن أول سنين الرياضة العراقية تعيش هيجي مع رئيس الوزراء مع رئيس اللجنة الأولمبية. وندعي أنا من هذا المنبر الأستاذ عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية، لأن إحنا مثلا الآن كادرنا التدريبي عامر قاسم صراحة لاعب دولي سابق مثل الجوية، والكابتن حبيب مستشار يعني رغبة بينا وبالاتحاد، تعرف حبيب جعفر تواصلت ويا اللجنة الأولمبية والأستاذ عقيل؟ والله لحد الآن منتظرين يعني احنا رفعنا كتاب للجنة الأولمبية، رفعنا كتاب بتخصيص مبلغ وننتظر بعد الإجابة ننتظر، لأن أستاذ نبيل الوقت يأخذنا يعني أنا بعد 20 يوم 18 يوم بطولتي يعني باكر عقبه أنت تروح تمثل العراق مطالب. فأتمنى من السادة المسؤولين ومو بس يعني لازم نهتمام، لأن إحنا بالتالي راح نمثل العراق ونمثل البلد. تمام، شنو الكتاب اللي راح للجنة الأولمبية وشنو الطالب؟ احنا عندنا بطولة عالم للنساء وبطولة عالم للشباب في نفس الوقت في كرواتيا من يوم 6 بالشهر إلى يوم 11 بالشهر، يعني من 6/10 إلى 11/10. فراح طلب إلى اللجنة الأولمبية بتخصيص مبلغ لمشاركة في هاي البطولة، دعم يعني دعم مادي في مبلغ، هو مبلغ التذاكر ومبلغ فقط السكن وال يعني السكن والإطعام والتذاكر السفر إلى كرواتيا. ولحد الآن الحقيقة ما إجانا الجواب، ورغم هذا يعني احنا دا نحاول من احنا رغم هذا عندنا يعني طلب من دولتين اللي هي جورجيا اللي راح تشارك وهي أذربيجان ورومانيا، ثلاثتهم سووا طلبوا من عندنا نسوي معسكرات تدريبية يمهم مستضيفينا، يعني فقط تذاكر السفر. احنا قلنا نروح معسكر تدريبي، بس تعرف انت الدعم المادي كلش مؤثر يعني، والحمد لله والشكر نعمل ان شاء الله نعمل باللي نقدر عليه والله كريم. تمام، تتوقع اللجنه الاولمبيه راح تقصر معاكم؟ لا ما تقصر استاذ عقيل، يعني انسان محترم ورياضي ويعرف، وبعدين الدوله هي اتجاهها للرياضه، واحنا ولد البلد وراح نمثل البلد. اتصور اذا سمع هذا حديثنا والناجده وممكن نطلب مقابلته الاسبوع القادم. يعني ولو انا الحقيقه يعني احنا همنا ترى اتحادنا وقف على دعم من وزير الشباب العام، صارت بطوله كاس العالم، وزير الشباب يعني مشكور واستقبلنا مرتين ثلاثه وعرف مشكلتنا ودعمنا الحقيقه بالمبلغ اللي شاركنا في بطوله كاس العالم اللي صارت في في راس الخيمه بشهر العاشر 2023، شارك فيها 32 فريق. وفي وقت تهمنا دعينا الدكتور عقيل مفتن لحضورها، بس صار الظروف ما قدر يجي لنا، في وقتها كان في الإمارات، بس مشكور وزير الشباب دعمنا، وإن شاء الله هم وزير الشباب ما يقصر بهاي الناحية. بس يسوي ميزانية أكيد شوية، لأن الميزانية شوية الأموال هو أموال يعني ما جت الحقيقة إحنا نعرف. عفوا أستاذ نبيل، يعني هي بس يعني هسه تشوف حتى التجهيزات الفريق، يعني تعرف اللاعب كل شيء يريد ولازم طبعاً تتوفر له، ولازم يعني نلبس أحلى لبس إحنا، لأن إحنا راح نمثل منتخب العراق يعني. تمام، منتخب العراق في بطولة العالم للشباب الأولمبي دون 23 سنة. زين، ما تتوقع أنه أنتم اليوم متأخرين على يعني متأخرين بالتحضيرات؟ احنا هاي التحضيرات صارت 3 أشهر 4 أشهر بس، والناشد ونحكي وندزينا كتب وهذا، بس احنا صارنا 3 أشهر. يمكن استاذ دكتور استاذ المهدي شهرين صار له يدرب يدرب الفريق، بس احنا هاي إمكانيتنا ما عندنا ساحة حقيقة. احنا من معضلة اليوم الملعب، مشكلة انه غياب ساحة للتدريب. سوينا كتاب الى وزارة المالية حسب كتاب من معالي رئيس الوزراء بتخصيص اراضي وقطع اراضي وساحات للرياضة، بس هم انا ماكو جواب الحقيقة. وهو هاي طبعا صار لنا شهر. وين مقركم اليوم؟ احنا مقرنا بحي الجامعة. مقركم بحي الجامعة. استاذ نبيل هسه انا مشكلتي اريد ملعب، يعني ناشد مثل نادي الصناعه، نادي النفط، اخوتنا الانديه. فعلاقتك طيبه بال كلهم؟ بس يعني نص ملعب، انا احتاج نص ملعب، لان هو قياسات البطوله يعني الملعب يعني والله اكو ملعب جيد في وزاره الشباب، احنا لعبنا به بطوله كاس العالم 2017 هم رحنا تمرنا به،
وبعد هسه نسوي كتاب بلكي تخصصوا لنا يمكن لا يفيد الكابتن المهدي. انا اي ملعب يخدمني يعني خصوصا القياسات. انت اليوم يخدمك الملعب المكشوف لو يخدمك الخماسي؟ لا اثنيناتي يخدمني يعني، بس اريد اخذ وضعي يعني. انا هسه دا احجز ملاعب الاخوان يمكن علي سامي ونور الاخوان عندهم ملاعب متعاونين وياي انا ورئيس الاتحاد، لكن انا ساعه ما تكفيني تعرف، اريد ادرب اريد اخذ وضعي. احنا هسه تدريبنا في ساحه علي سامي اللي موجودة في البلديات، وساحة الكابتن المرحوم حيدر عبد الرزاق أخوه نور عبد الرزاق المنطينا يا حقيقة مطياها من دعم للاتحاد مجانا الرجل، وفي أي وقت نريده. بس تعرف أنت ساحات يعني ما خلينا نقول يعني رزق، ما نقدر إحنا نضغط عليه يعطينا إياه بفلان ساعة وطينا بفلان ساعة، علما هو عنده بطولات ورزقه هذا يعني. فمطينا إياه الحقيقة ساعة بساعة ساعة باليوم أو ساعة بالأسبوع أو ساعتين بالأسبوع، الولد ما يقصرون يعني. تمام، لكن ما تكفيك انه انت ساعة باليوم او ساعتين كابتن؟ طبعا انا هسه مشكلتي الملعب، الملعب شغلتين مهمة، ملعب والمعسكر. الملعب والمعسكر، شلون جمعت اللاعبين؟ شلون؟ والله جمعت تحتاج لاعبين خلاص اختاريت لو شنو؟ لا انا اختاريت اللاعبين 25 لاعب، والاخوان بالاتحاد سعوا تعرف هاي الفيزا الاوروبية يراد لها قبل وقت دز اسماء موافقات، والان اختار ممكن اختار 15 لاعب يشاركون بالبطوله، كلهم لاعبين جيدين كلهم، حتى اريد مثل بعض الانديه تتعاون وياي، لان هذا المنتخب منتخب البلد راح يمثل يعني بتفرغ اللاعبين ممكن 8 ايام ممكن بالمعسكرات، حتى ناخذ الروح مشاركه تكون مشاركه جيده رغم صعوبه مجموعتي بطل اوروبا يمكن وثاني على العالم، لكن هذا مو ما يمنع ان نشارك مشاركه تكون رقم صعب في البطوله، لكن انا نواقصي المهمه هاي دا اتكلم بها واتكلم ويا الاخوان بالاتحاد وللمسؤولين، يعني انا الان ملعب ما عندي واريد معسكر اضافه الى الدعم للاتحاد لان يعاني من الجانب المادي. تمام، وتعرف هاي اول مشاركه لكم؟ لا احنا ثالث مشاركه بكاس العالم، شاركنا في 2017 بتونس ما الشباب، نعم اول مره هي اصلا اول بطوله، لا العام صارت العام باوكرانيا قبل الحرب، صارت العام اول العام صارت باوكرانيا همين دون 23 سنه، وهاي بطوله العالم الثانيه واول مره شارك في بطوله العالم الثانيه للشباب الاولمبي، اما احنا كبطوله عالم لا هاي ثالث مشاركه. المشاركه الاولى صارت في 2017 بتونس، المشاركه الثانيه صارت 2019 باستراليا، والمشاركة الثالثة بال 2023 في رأس الخيمة بالإمارات، وإن شاء الله عندنا بطولة كأس العالم، تصفيات كأس العالم، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم راح تصير بتايلاند بشهر 11، هم إن شاء الله نشارك بها طبعا إذا أكو دعم حتى نتأهل إلى كأس العالم اللي راح يصير بال 2024 بأذربيجان. تمام، بصراحة من 2017 لليوم ما حددتوا سقف ميزانيتكم، ما اشتغلتوا على الميزانيه، ما اشتغلتوا على الملعب استاذ محمد، ايش عجب؟ والله يا استاذ كل شيء اشتغلنا، هسه قلت لك فاتحنا وزاره الماليه، امانه بغداد، فاتحنا الميزانيه، سوينا ميزانيه ورفعناها لوزاره الشباب، ودنا ننتظرها التشغيليه لحد الان ما طلقوها، وانا قلت لك شنو السبب يعني، كان على اساس يعني حسب ما سمعنا، لان احنا ما مخصصين الميزانيه. تأسس اتحاداتنا بعد إقرار الميزانية من البرلمان، فننتظر موافقة مجلس الوزراء على تخصيص هذا المبلغ يعني مبلغ الميزانية لاتحاداتنا، وده ننتظر بعد حتى الكابتن عدنان درجالة من ناجدة خصوصا احنا تلاميذه ودربنا واخونا يعني هم لعبة كرة قدم هم مشمولة بكرة القدم يعني. هو تلاميذه بس انا يعني صديقي يعني وياي طالب بالتربيه الرياضيه. هو ابو حيدر ما يقصر. تمام، ان شاء الله ما يقصر. خصوص الكابتن عدنان درجال، نعم، شويه اتحدث وياك يعني بعيد عن الكره المصغره، كيف شاهدت منتخبنا بالمباراه الاخيره بصراحه؟ والله منتخبنا يعني الان في الطريق الصحيح وده يمشي، وعندنا بصراحه يعني احنا كنا بالبدايه نتكلم عن المدرب لان ما مستقر وفتره سحب اكثر من 75 لاعب و70 لاعب، لكن الان بدا ثماره وبدا تفكيره الصحيح وعمله، الان يمكن اول مره اشوف منتخب عده اكثر من 20 لاعب جاهز، وعده بكل مركز لاعبين ثلاثه وعده حلول، واصور كابتن عدنان درجال دعم رئيس الوزراء
وضع المنتخب العراقي، يعني كنا فخورين بهذا المنتخب، وان شاء الله صعود الكاس العالم هو هدفنا، وان شاء الله يصعد هذا المنتخب لان كل عوامل النجاح توفرت بهذا المنتخب. مباراتنا مع الكويت، الكويت الحكم يعني شويه ضغطنا، يعني تعرف يعني ساعه ونص تقريبا، اكثر من ساعه ونص احنا نلعب 10 لاعبين، رغم هذا احنا كان في الـ يمكن استراتيجيه المدرب كان يعمل يمكن جلوس علي جاسم وميمي، يمكن بدلاء كان يعمل عليهم ويحتاجهم، ممكن يحسم المباراه بالشوط الثاني، لكن النقص العددي ممكن احنا اخر ربع ساعه عملنا هجمنا وصلنا اكثر من 3 فرص الى 4 فرص محققات علي جاسم. فريق الكويتي فريق غير جيد، تعرف كل جميع يعرف اعداده غير جيد، وضعه غير جيد، لكن الحكم ساعدهم في طرد اللاعب اللي ممكن كان ياخذ انذار اصفر، كان لا كلام اخر، يعني كان منتخبنا بسهوله نفوز على منتخب الكويت، لكن القادم افضل. الان كنا مع المنتخب 4 نقاط من مباراتين، مباراه داخل ارضنا ومباراه خارج ارضنا، اتصور في الطريق الصحيح ان شاء الله المنتخب. تمام. صعب العمل باي اتحاد كابتن محمد بالوقت الحاضر؟ طبعا كلش صعب، كلش صعب. اتحادات كلها لحد الان كابتن عدنان درجال، نريد نتائج ونريد تاهل ونريد فوز ونريد، لكن انت اليوم كرئيس الاتحاد احد الرياضات، عمل الاتحاد صعب لو فقط يحتاج لاموال؟ اتحاد القدم يختلف. اتحاد القدم الى دعم من مجلس وزراء، الى دعم من وزاره الشباب، الى دعم من كل الجماهير، مو بس مو كل يعني هسه اي واحد تيجي تقول له اريد دعم لكره القدم يعطيك. ومو سهل طبعا، عدنان درجال استاذ عدنان درجال كابتن عدنان درجال مهمته مو سهله نهائيا، لان اذا هسه يباعون عليه يمكن 1,000,000 واحد، فاحنا 35 مليون واحد ينتظر عدنان درجال، صح؟ فمو سهله يعني تفكيره، هالقلق هالتفكير، يمكن اذا طلع لاعب يمكن لو مو كان يمكن اني يصير ذبحه صدريه، اذا طلعوا لاعب ياثر على يعني هاي مو سهله عليه، خاصة ككابتن وإلى خبرة، وهاي الخبرة مالته اللي يعني تأثر عليه نوبات مو بس إيجابيا، تأثر عليه سلبيا، لأن يعرف النتائج هي شنو. أما كباقي الاتحادات غير القدم فأنا متأكد بأن كلها صعبة لسبب واحد. أبسط مثال، إحنا هسه بشهر 9 وليهسه ميزانية تشغيلية لكل الاتحادات ماكو، مو بس إحنا، زين شلون بده يشتغلون الاتحادات؟ أنا ما أعرف، رغم بأن معالي رئيس الوزراء على شجع دعم الرياضات، دعم الرياضات ودعم اللاعب الاولمبي. هسه احنا اللاعب الاولمبي شلون يصير اذا مو دعم مادي؟ دعم مادي وساحات، ليش الاولمبي البطل الاولمبي يصير سهل؟ يعني انا صح خريج تربيه رياضيه واعرف وقاري واشتغل برا بالخارج، يعني اللاعب البطل الاولمبي مو سهل يصير ملاعب. لحد الان جميع الاتحادات انا متاكد يمكن مو جميعها، خلينا نقول ما عندها مكان تتدرب بي. صح، يعني خلينا نقول المبارزه اتحادات الرياضات البقيه كثير، ما يعني هوايه العاب اولمبيه ما عندها، احنا ما عندها يعني خاصه الالعاب الفرديه. يعني هذا واجب مؤسسه لو واجب دوله؟ دوله، هذا دوله، دوله دوله تدعم المؤسسات، دوله تخطط تدعم المؤسسات، وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه الوطنيه واللجنه البارالاولمبيه. واحنا شفنا، وهذا شكر تقدير وتهنئه الى بطله العالم، بطله الاولمبيه بحصولها على الذهبي بالمنضده. فهاي مو جت سهله، همينا لازم. احنا شفنا يمكن البارحه من تتدرب تقول دربت على الطابوق وتدربت على كذا وتدربت هذا، يعني هاي وصعدت اذا تعطيها الامكانيات، رغم المعاناه صعدت حصل ذهبي. ليش؟ لان العراق ولاد مو بس هذا، العراق يحب الرياضه، العراق يحب اي شيء يبين اسمه بالعالم، لان احنا العراق ولاد، العراق عظيم، العراق بناسه طيبين يريدون يوصلون هذا البلد الى ما مثلا خلينا نقول اذا ما يتمناه كل عراقي. بس طمع. احنا ايش نريد خاصه الدعم والعقليه اللي صعد لهذا البطل الاولمبي الى
ذهبية أو برونزية أو فضية. حديثة أخذني كلام آخر عن العراق. اليوم البعض من شاهد العراق رجع بدأ يحقق إنجازات، رجعنا نلعب بأرضنا، بقية الألعاب نوعا ما انتعشت رجعت للواجهة، أثر على البعض من الدول حسوا أنه العراق رجع للواجهة، بدأ يهاب العراق، ولهذا بديت تشوف أنه يدور التصريح عن العراق، يدور الزلة عن العراق، يدور يحارب العراق. أكو شيء كابتن مهدي، وانت لعبت لسنوات طويلة مع المنتخب الوطني. طبعا طبعا العراق رقم صعب، يعني إلى تاريخ إلى إنجازات، فدائما هاي الدول المنتخبات تهابه، مو مصلحتهم العراق يمشي بالطريق الصحيح يعني يدعم من رئيس الوزراء وتنتعش الرياضة والملاعب. الآن عندهم مشاكل كثيرة، دليل عن شوف الأخبار الأخيرة، المنع والأمور الأمور اللي تأثر على المنتخب على جماهير العراق، لأن يعرفون إمكانية اللاعب العراقي والإنسان العراقي دائما إلى طموح عالي وإلى أصرار ويحب بلده، وان شاء الله اللي يجعل البعض يحاربك بطريقه اخرى. إيه نعم، هذا نعم اللي يثبت يعرفون. استاذ ولو كابتن نعم. مهدي هذا اللي يثبت بان هسه اكو كثير من الدول البطولات بالعراق. شوف هسه سوى بطوله تصفيات الدوره الاولمبيه مال كره الطاوله، سوتها في العراق. صح، كل البطولات بطولات عالميه هسه عندنا بهوايه العاب يتمنون يشوفون العراق فعلا. صح. يعني يريد من العراق اللي هسه بين رياضيا وبين رجع الى يعني بين رياضيا وبين اعلاميا، فريدون يسوون هم البطولات بالعراق حتى يريدون يشوفون العراق شنو. حتى المؤتمرات هسه احنا عندنا مؤتمر مال تاسيس الاتحاد الخليجي العربي لكره القدم المصغر الميني فوتبول يوم 13/10 في عجمان ان شاء الله في دوله الامارات العربيه، لان على اساس تصير بطوله الخليج العربي الاولى في يعني في كانون الثاني 2025. فهمي انا اول مره احنا اقترحنا يصير بالعراق، بس الحقيقه انا من قالوا لي يصير بالعراق قلت لهم والله ما اقدر لان ما عندي هيك امكانيه دعم ماكو. لازم دعم زين، اول دعم زين الاتحاد الكره المصغر الدولي الاسيوي نعم العربي ما يدعمكم ماديا كابتن محمد؟ لا بعد، هو بعد لحد الان مثل ما نقول ترى اذا صار له 5 سنوات 6 سنوات فهو بعدين تعتبره فتي، يعني الحقيقه دعم عنده دعم. يعني انت تربطك علاقه طيبه بكل يعني الاتحادات. انا اصلا من همين من مؤسسي يعني، وكنا يعني مؤسسي اتحاد اسيوي مؤسسي اتحاد عربي. احنا عندنا اتحاد اسيوي موجود في لبنان رئيس الاتحاد الاسيوي احمد دنش، وعندنا اتحاد عربي موجود في مصر رئيس الاتحاد العربي احمد سمير، ورئيس الاتحاد الدولي اللي هو في التشيك اللي هو فيليب جوده. احنا كلهم اول دعوه تجي لاي بطوله بالعالم للعراق راسا، يعرفون العراق اللي يشارك وداعم، وهذا دعم. كتربيه رياضيه ليش رحت لهذا الاختصاص؟ ليش رحت لهذا الاتحاد؟ شنو اللي خلاك يعني انت كنت لاعب خماسي وهذا؟ لا انا كنت شنو اللي خلاك تروح لهذا الاتحاد؟ والله هي هاي لعبتنا، اول شيء لعبتنا الشعبيه خلينا نقول من احنا صغار نلعب 6 ب6 و7 ب7 ما عندنا ساعه 11 ب11 واستمرينا ويا الاخوه يعني كره القدم، واني في وقتها كنت باتحاد كره القدم، ويعني قريب كنت باللجنه الاولمبيه وقريب كنت في يعني قريب من عندهم. فهي كره القدم ماكو واحد ما يتمنى ما يدخل هذا المجال يعني، والحمد لله والشكر دخلنا هذا المجال عن طريق قلت لك يعني دعاني هو رئيس الاتحاد الدولي فيليب جوده الى في وقتها كانت الى امريكا، وسوينا كانت فكره ممتازه، وانا كنت لاعبها مثل ما تقول احنا هواويها. فصارت يعني مثل ما تقول هدف تصير لعبه ممتازه بالعراق وتوصل الى العالم ان شاء الله. تمام، رسالتك الاخيره علما توجه كمان. والله اولا اناشد اكيد اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب حتى الاتحاد العراقي رئيس الوزارة دعم هذا الاتحاد، ولأن نملك لاعبين على مستوى عالي، نملك اتحاد جيد يريد يعمل، لكن الجوانب المادية دائما بكل نادي بكل فريق الجانب المادي مهم جدا، يعني إذا ما عندك مادة ما تقدر تتحرك وتتطور. أصور هذه اللعبة تهم البلد، تهم
تهم العراق، وان شاء الله الساده المسؤولين ما يقصرون، واكيد هم سباقين، لان احنا راح نروح نمثل العراق ونمثل المنتخب العراقي ان شاء الله. رسالتك الاخيره استاذ محمد هادي. والله رسالتي الاخيره لمعالي وزير الشباب، الى استاذ الدكتور عقيل مفتين، الى كل من يهمها الامر، خلينا نقول هذا الرياضه رياضه معروفه، هم كره قدم اسمها، ورياضه شعبيه الاولى في العراق، يعني يلعبون ما نتمنى الا يدعموها، علما بان هذا الاتحاد وقف الحقيقه من 2017 هسه على ناس بسطاء، اللي هو مثلا خلينا نقول كابتن بلال، صالح، لو مو يعني على ناس حبت هاي اللعبه، كابتن بلال في وقتها، اجى استاذ كابتن سيف، كابتن محمد انور، يعني علي، اعضاء الاتحاد، دكتور ليث، احمد، ما اريد اذكرهم كلهم، هو العمل منه يكون ايد واحده، احمد عطيه، ايد واحده تكون احمد عطيه، كابتن احمد عطيه، الرجل يقول انا لعبت، كان يلعب منتخب ناشئ او شباب سابقا، لعب بالنفط، هم هاي الرياضه، كل ما تخابره يقول لك اي تعالوا، هذا دعم مفتوح، هذا هو طبعا. هذا الحقيقه موقفنا، نتمنى لكم التوفيق وسنكون داعمين لكم. شكرا كابتن، اشكرك لتواجدك، شكرا لك كابتن. بصراحه مشاهدينا الكرام، نتمنى من وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه، حتى دوله رئيس الوزراء انه تهتم ببقيه الرياضات، ليس فقط كره القدم، من اجل انه نحقق انجازات، من اجل انه ننشر رياضاتنا، اتحاداتنا، العابنا. انت اليوم ايضا من تجيك دول تقيم لك بطوله بالسله، تقيم لك بطوله بالمبارزه، بغير امور بالساحه والميدان، هاي ايضا تحسب للعراق، ليس فقط كره القدم. ومبالغ هاي الاتحادات ما تكون بكميه القدم وغيرها من اموال طائله، ممكن اموال بسيطه، افضل ما الشاب يروح به غير توجهات وغير امور، ممكن هاي الاتحادات هي تحتضن هؤلاء. من انت اليوم مسوي لي 16 فريق، ممكن انت من تدعمه ممكن يسوي فئات عمريه، ممكن انت عندك نسوي ممكن تسوي به فئات عمريه، هاي كلها انت راح تستقطب بصراحه شباب، راح تستقطب اطفال، كثير من الامور بدل ما يتوجهون لغير امور، ليس فقط في الكره المصغره وانما ببقيه الاتحادات. هذا ما يسمح به وقت البرنامج، تقبلوا تحياتي، تحيات كادر العمل، هذا انا نبيل طارق في الاعداد والتقديم، نلتقيكم يوم غد في امان الله.